هياخدني على طول عن مهندس احمد حافظ. البروتوكول التعاون او مذكره التفاهم اللي اتوقعت مع وطن السعوديه، احنا بنتكلم على تحولات رقميه وزي ما كان بيتكلم مهندس حسام فينتك وخلافه. سؤال جمله لطيفه جدا في الاخر، قال احنا مع ابدا هنقدر نتوسع اكتر في مصر ونقدر نتوسع اكتر في افريقيا، وده يمكن المحور اللي انا عايز اتكلم فيه. ازاي ابدا هتقدر تقف مع وطن الاول مش بس في مصر لكن كمان في القاره الافريقيه؟ طبعا شكرا جدا للاستضافه الكريمه، يعني انا بقيت حاسس ان البرنامج بيتي يعني. يا سلام بيتك ونص كمان. ان طبعا احنا في مبادره ابدا واحد من المحاور الرئيسيه اللي بنشتغل عليها هو جذب استثمارات اجنبيه مباشره، يمكن ده كان تماشيا مع توجهات الدوله كلها في الفتره اللي احنا فيها دي. ولكن أنا إزاي هجذب مستثمر ومفيش ديتا، مفيش معلومات محوكمة بشكل كويس، مفيش إنسايتس محوكمة بشكل كويس؟ هو ده اللي خلانا نقول لا، إحنا هنبدأ من أول المعلومات، هنبدأ من بناء سيستمز رقمية تكون قادرة تواكب حجم السوق المصري، تكون قادرة أنها تنظم المعلومات بشكل يكون بيسرع الاستثمار وبيسرع الإنسايتس وبيسرع التجارة البينية بين المصانع وبين بعض، بيخلي الناس شايفة بعض. هي المشكلة إن كان دايماً كل حد كان بيعيد اختراع العجلة لوحده. اللي احنا بنحاول نعمله في إبدأ هو ان احنا نعمل تكامل بين كل الجهات اللي موجودة، بين كل المصانع اللي موجودة، عشان نعظم الفاليو او الفاليو، نعظم القيمة المضافة اللي بتحصل جوه السوق المصري. بتجاهد عشان تستخدم المصطلحات عربي. الحمد لله. هو جزء من شغلانتكم، هو دي المسألة وتخصصاتكم كلها متعلقة بانه بتبقى بحكم الدراسة المصطلح طول الوقت مصطلح انجليزي. يمكن طبعا ده يعني اللغة العربية معبرة جدا جدا، ولكن ممكن عشان البيزنس فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا بنحاول نتكلم اللغة اللي البيزنس بيتكلمها في العالم. احنا بنتكلم مع كل حد بلغته اللي يقدر يفهمها واللي يقدر يكون شايف مصر بتعمل ايه. احنا بنحاول نوصل المعلومة بأوضح صورة يعني. صحيح. كان كنا بنتكلم على ازاي ابدأ بتبقى بتخلق بوابة لإفريقيا. طبعا احنا المعاهدات التجاريه بتاعت مصر تقريبا 115 زائد البريكس بلس، ان احنا بقينا ممبر او عضو من بدايه السنه دي. مصر ليها اكسس على 1.8 مليار مستهلك حوالين العالم بالتجارات الدوليه بتاعتها. بس للاسف احنا بنشوف ان الناس محدش بيستخدم المعاهدات اللي اوريدي ان بليس اللي هي موجوده بالفعل. فأظن دي من أدوار إبدأ، إن إحنا نقدر نخلق نهيئ مناخ الاستثمار، الناس أكتر تخش السوق المصري، الناس أكتر تيجي تستثمر في مشاريع زي ما وطن عملت كده معانا. وكمان إحنا بنوفر أوبشنز مختلفة أو اختيارات بدائل مختلفة للاستثمار، إذا كان حد بيستثمر في إن هو بيجي يعمل مصنع من أول وجديد خالص، إحنا بنسهله طبعا الحصول على التراخيص، الترفيق، كل الموافقات وكل رخص التشغيل اللازمة مع كل الجهات الحكومية اللي إحنا بنعتز ان احنا بنتعاون معاهم، او حد يكون لا انا عايز اجرب لسه السوق المصري، فبقدر اوصله باوريدي مصنع في المجال بتاعه، اقدر ادخله المصنع ياجر خط انتاج، ياخد منتج كاوف تيكر اجريمنت او اتفاقيه شراء، يعني ان هو يقول انا هاخد 50% من الانتاج المصنع الفلاني ده بيطلعه، ابدا اسوقه في دولتي او ابدا اسوقه في سوق تاني. فاللي احنا بنحاول نعمله في ابدا هو ان احنا نجمع كل الاطراف ببعض، مش بنحاول نخترع العجله من الاول، بنحاول نسهل ونحسن مناخ الاستثمار بشكل عام. طبعا المشروع بتاعنا مع وطن الاول يعني هو مركز قوي على حته ان احنا نعمل الديجيتال سيستمز دي، يعني ما بقاش منطقي ان احنا في 2024 لسه عشان اوصل لخدمات اكون مضطر اجي العاصمه، مضطر اروح مقر الهيئات المعينه، لا اللي احنا بنحاول نوصل له ان احنا نعلي الليفل ده. انا لو مستثمر جاي من بره مصر خلاص اقدر اخلص كل اوراقي اونلاين على البلاتفورمز اللي احنا هنعملها ان شاء الله، وهيتم اطلاقها في خلال السنه دي باذن الله. حلو. خلال السنة.